الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا التسجيل المبارك إن شاء الله تعالى لدراسة هذا النص باعتباره فرضا أولا للثلاثي الأول في اللغة العربية. إذا فنقرأ النص على بركة الله. تلاحظون أنه نص قصير نوعا ما. بسم الله. يا إلهي، إنه مصاب بفيروس. ما الفيروس الذي أصابه؟ ومن المصاب؟ إنه عقل العصر ومخازن معلوماته، ومستودع أفكاره، ووسيلته للاتصال بأفراده. هيكله قلب وذاكرة ووحدات، وقوده الكهرباء، غذاؤه أرقام وبيانات، سجلاته أقراص صلبة ومرنة. إنه جهاز الحاسوب، فقد غزاه فيروس وانتهك حرمته، وما ذاك إلا بواسطة برامج أيضا أطلق عليها فيروس الحاسوب، وصممت لمسح أو تعديل البيانات ومسخ المعلومات. فيتغلغل هذا الفيروس إلى نظام التشغيل وينتشر بنسخ نفسه بسرعة فائقة، ناقلا العدوى إلى الحواسيب الأخرى المتصلة بالشبكة. وللحماية من أخطار هذه الفيروسات، صمم الإنسان برامج لحماية الجهاز، وابتكر طرقا لتحفظه. فما أخطر الفيروسات وما أعظم عقل الإنسان. إذا قرأت النص مرة واحدة، لكن بالنسبة للتلميذ الممتحن فإنه من الواجب أن يقرأه مرتين وثلاثة وأربع مرات حتى يسهل فهمه وتستطيع الإجابة عنه بكل بساطة. إذا البناء الفكري، السؤال الأول يقول: اشرح العدوى وينتهك. إذا العدوى بمعنى انتشار المرض. لما ينتشر المرض من مكان إلى مكان نقول أن هناك عدوى، بمعنى انتشار المرض. ينتهك أيضا هنا جاءت في النص ما قال وانتهك حرمته، هنا جاءت بمعنى التطفل، أي بمعنى أنه تطفل على هذا الجهاز وانتهك حرمته. طبعا كلمة ينتهك لها عدة معاني، لكن هنا في النص جاءت بمعنى الشخص الذي يتطفل على غيره، كما تطفل هذا الفيروس على هذا الجهاز. السؤال الثالث: استخرج ثلاثة خصائص لفيروس الحاسوب. إذا استخرج ثلاثة خصائص بمعنى الصفات لفيروس الحاسوب. إذا تكلم الكاتب عن الفيروس ووصفه بعدة صفات، منها إذا تعديل، إذا مسح أو تعديل البيانات، هذه واحدة، يمسح البيانات. مسخ المعلومات، المسخ غير المسح، المسخ بمعنى أن تختلط هذه المعلومات وتتحول من كلمات إلى أرقام ولا يصبح يظهر من هذه المعلومات شيء. ثالثا أنه يتغلغل هذا الفيروس إلى نظام التشغيل، نظام تشغيل الحاسوب. أيضا من صفاته أنه ينتشر بنسخ نفسه، بمعنى هو ينسخ نفسه داخل النظام، وأنه أيضا بسرعة فائقة، هذا النسخ يكون بسرعة فائقة. أيضا من صفاته أنه ينقل العدوى إلى الحواسيب الأخرى التي تكون متصلة بالشبكة، أي بالإنترنت. إذا هذه مجموعة من الصفات، يمكن لك أن تختار ثلاث صفات أو خصائص تكتبها في الإجابة. رابعا الحاسوب عقل. دلل على هذا الحكم بثلاث علل، أي دلل بمعنى اعطي دليلك على أن الحاسوب عقل، واذكر في خضم تدليلك ثلاثة علل. إذا الحقيقة النص لا يوجد فيه هذه العلل، وإنما ذكر الكاتب فقط بأن له ذاكرة قلب وذاكرة ووحدات وقود الكهرباء، فلا يوجد أدلة. لكن يمكن أنت أن، لأن خاصة أنه لم يذكر في النص، قال الحاسوب عقل دلل على هذا الحكم بثلاث علل ولم يذكر في النص. يمكن أن تقول الحاسوب عقل لأنه مستقبل الأوامر وينفذها، لأنه يعالج البيانات،
لأنه يصمم النماذج وكثير من الأدلة التي تدلل على أنه عقل، ممكن تكون أدلة كثيرة جدا. إذن المهم في هذا الأسئلة وهو البناء اللغوي والبناء الفني، لأن كما قلت في تسجيل سابق فإن التلاميذ يجدون يعني بعض الإشكاليات في البنائين اللغوي والفني. إذن اعلن ما تحته خطان في النص إعرابا تفصيليا. إذن نبدأ بالإعراب فنقول إنه مصاب بفيروس. إذن تلاحظون إن طبعا حرف نصب وتوكيد، إذن عملها هو النصب ومعناها هو التوكيد، توكيد الكلام. إنه إذن إن حرف نصب وتوكيد، والهاء هنا ضمير مبني على الضم، إذن هذا وصف لم أعرفه بعد. إنه إذن الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، إذن الهاء هذه جاءت في محل اسم إن، إذن والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. إذن إذا كانت الهاء اسم إن فإن مصاب يكون خبر، إنه مصاب، إذن مصاب خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، بحرف جر وبيوس اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. أيضا من، ولا بد أن نقرأ الجملة حتى يمكن لنا الإعراب. ومن المصاب؟ إذن السؤال يقول ما الفيروس الذي أصابه؟ ومن المصاب؟ ومن المصاب؟ إذن هنا لاحظ أن المصاب كلمة، طبعا هي اسم وهي معرفة وهي مرفوعة، سبقت بهذه الأداة، أداة الاستفهام. هنا من هذه تعرب خبرا، إذن اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر. لماذا أعربناها خبر؟ لأن المبتدأ جاء معرفة، هكذا تقول القاعدة. إذا كان المبتدأ مؤخرا وسبق بأداة حقها الصدارة وكان معرفة، فإن تلك الأداة المتصدرة تعرب خبر، ويمكن إعرابها بالمعنى فقط. فنقول مثلا الآن ما الذي يهمنا؟ نحن نعرف أن هناك مصاب، ونحن نقرر ونقول من المصاب، فنحن لا نبحث عن المصاب، نحن ابتداء نعرف أن هناك مصاب، ما الذي نبحث عنه؟ ما الخبر الذي نبحث عنه؟ من نبحث عن من، يعني ما اسمه، ما كينونته، ما يكون هذا المصاب. ثم عرفنا فيما بعد ذلك أنه جهاز الحاسوب. إذن الخبر هنا هو من، ولأنه جاء في شكل اسم الأسماء الصدارة، لأن أسماء الصدارة هي الحروف والأسماء التي مثل من وما وكم وغير ذلك، فتقدم هنا لأنه اسم من أسماء الصدارة. إذن من اسم استفهام مبني على السكون. لماذا قلنا اسم ولم نقل حرف؟ لأن الاسم له محل من الإعراب، هنا جاء خبر، الاسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر متقدم وجوبا لأنه اسم من أسماء الصدارة ولأن المبتدأ معرفة. أيضا الكلمة الأخرى هيكله قلب، إذا هيكله قلب، إذا هيكل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أيضا الجملة أو الكلمة الأخرى وهي طرقا، إذا لابد من قراءة ما سبقها، إذا سبقها فعل، وابتكر طرقا، إذا ماذا ابتكر؟ ابتكر طرقا، إذا طرقا مفعول به منصوب وعلامة رسمه فتحة ظاهرة على آخره، ومفعول به للفعل ابتكر، ابتكر فعل ماضي وفاعله مستتر فيه، وطرقا مفعول به منصوب وعلامة رسمه فتحة ظاهرة على آخره. بالنسبة للجملة الأخيرة هو طلب منا أن نذكر لماذا ترتيب هذه الجمل، لكن سنعرفه ونذكر لماذا رتبت هكذا. طبعا هنا ما مبتدأ اسم الصدارة فلا بد له أن يأتي في البداية، هذا هو لماذا الترتيب. إذن هو مبتدأ فلا بد أن يأتي في البداية، ولأنه اسم صدارة فلا بد أن يتصدر، والجملة ما بعده تعرب خبرا. فنعرب ما اسم استفهام، عفوا اسم تعجب، لما نقول اسم لأن لها محل من الإعراب. إذن فاسم استفهام مبني على السكون نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ. أعظم فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل مستتر، عقل مفعول به منصوب علامة تسويه فتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والإنسان مضاف
إليه. الجملة الفعلية أعظم عقل الإنسان في محل نصب خبر للمبتدأ ما. إذن يمكن إعادة التسجيل وسماعه أكثر من مرة من أجل حفظ هذا الإعراب أو على الأقل تذكره لما يأتي الاختبار أو الفرض. إذن ننتقل إلى البناء الفني. سمي الصورة البيانية في هذه الجملة. فقد غزاه فيروس، فقد غزاه فيروس، وبين أثرها في المعنى. إذن السؤال الأول أو الشطر الأول تبيين هذه الصورة البيانية وشرحها، والشطر الثاني هو تبيين أثرها في المعنى. لاحظ معي، فلما نقول غزاه فيروس، كلمة غزاه لماذا تستعمل أو أين تستعمل؟ تستعمل في الجيوش وفي المعارك. إذن فشبهنا الفيروس الذي غزا الحاسوب، شبهناه عفوا بالجيش وبالجنود، الجيش الذي يغزو جيش آخر. إذن هل هنا ذكرنا الجيش؟ لم نذكر الجيش. إذن فهي استعارة مكنية. لماذا مكنية؟ لأننا لم نذكر المشبه به وهو الجيش، وإنما أشرنا إليه بقارينة لفظية وهي كلمة غزاة، لأن كلمة غزاة لا تكون إلا مع الجيوش. هل ذكرنا الجيوش؟ أبدا. إذا شبهنا الفيروس لما غزا الحاسوب، شبهناه بالجيش الذي يغزو غيره من الجيوش. إذن فهي استعارة مكنية، لأن المشبه به وهو الجيوش محذوف. ما هو أثره؟ لا شك أن لما تقول غزاه فيروس تكون أقوى في المعنى، تقوي المعنى ويصبح المعنى أكثر بلاغة وأكثر قوة. إذن فتقوي المعنى وتجعله أكثر جمالا وبلاغة. استخرج من النص محسنا بديعيا وأسلوبا إنشائيا. إذن بالنسبة للمحسن البديعي فمثال ذلك قوله سجلاته أقراص صلبة ومرنة، فهذا إيجاب، فهذا طباق، طباق إيجاب، والطباق هو من المحسنات البديعية. إذن صلبة ومرنة هو طباق إيجاب ويعتبر محسنا بديعيا. أما بالنسبة للأسلوب الإنشائي فهناك التعجب، مثل هناك النداء يا إلهي أسلوب إنشائي، وهناك إنه مصاب بفيروس أسلوب إنشائي لأنه تعجب كما تلاحظون علامة التعجب. وأيضا الأسلوب الاستفهام والتعجب، ما الفيروس الذي أصاب؟ إن كلها كل هذه هي أساليب إنشائية. بالنسبة للوضعية الإدماجية، اقترحت على والدك شراء حاسوب فتردد، فرحت تذكره بفوائده وتقنعه باقتراح. إذن هنا لازلنا دائما مع أسلوب أو نمط الحجاج، الحجاج لأن فيها القناع وذكر الجد. إذن ما هي التعليم؟ أكتب نصا، نص الحجاج في سبعة أسطر موظفا خمس حجج. طبعا بالنسبة لسبعة أسطر فهي قليلة نوعا ما على توظيف خمس حجج، زيادة على جملة تقدم فيها المفعول به وجوبا، وهذا درس سوف نتكلم عنه إن شاء الله. وأسلوب النداء وتشبيه، إذن ذكر كل هذه الأمور في سبعة أسطر هذا من الذي يتعذر أو أمر، أعتقد أنه أمر متعذر، لذلك لا بد من أن نعطي للتلميذ فسحة ليستطيع أن يبدع في استجابته لهذه التعليم. إذن لا بد أن نركز في الوضعية الإدماجية على ذكر الحجج، لأن النمط نمط حجاجي، لا بد أن دائما نركز على النمط المطلوب. نذكر بعض الحجج، منها مثلا أن الحاسوب نستعمله لتخزين المعلومات مثل كتب وصور وغير ذلك. ممكن الحاسوب نستعمله للتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وممكن أن نستعمله للإبحار في فضاء الإنترنت والمطالعة إلى غير ذلك من الحجج. إذن كان هذا تسجيلنا اليوم. إذن فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. إذن هذه التسجيلات يعني فيها تعب، ولذلك نرجو منكم الدعاء لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم الأستاذ عبد الحميد مرابطة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى.